هنا تلاحظوا وهذا الشعب المغربي تلاحظ انه بطء ديال الاداء. حتى شي واحد ما غايجي اليوم يقول انه ما كاينش بطء الاداء. كاين كذلك تصريحات وتصريحات مضاده، كاين الكلام اكثر من العمل. شي تلاحظوا الشعب المغربي هذا الكلام اكثر من العمل. حنا الاخوان ديالنا الوزراء سته غادي نواكبوهم على مستوى اللجنه التنفيذيه، وغادي نديروا واحد علاقه جديده فيما بيننا، باعتبار ان هذا الوزراء هو وزراء حزب الاستقلال اولا، ثانيا وزراء ديال المغرب. ولكن حزب الاستقلال عن طريق اصواتنا اللي حصلنا عليها جميعا واللي الفريق البرلماني حصل عليها، باش هاد الاخوان حرفهم الحظ باش يكونوا داخل الحكومه. لان حنا ما تنتوجهوا لحد، ما تنحاربوا لحد، وما تنهيئوا الظروف لحد. حنا قلنا في المؤتمر تاكدنا اليوم، اليوم المساواه ما بين الاخوه كلهم تتبقى الكفاءه والتجربه والخبره هي الاسماء فوقنا جميعا. اذا ما كاينش شي اشاعه او اليوم الصحافه تتكلم بدو تحاربوا فلان وغتجيبوا فلان، هذه المساله ما نطروحهاش عندنا اطلاقا. غنديروا لجنه ديال الترشيحات خصها تكون عندنا، شي خصها تكون، لان انا كنستافدوا بالتجارب اللي خدينا. غنتشاوروا مع المجلس الوطني باعتبار ان الحكومه ما يمكنلاش تنجح اي حكومه في العالم بدون سند شعبي. اذا الاستقلاليين ما يمكنش ينجحوا بدون سند استقلالي، مستحيل. والاخوان نربطوا عاد واحد العلاقه وطيده مع الاستقلاليين، تتكون مناسبات زيارات اقارب يتصلوا بالاستقلاليين يعنقوهم، والاستقلاليين غيوجدوا لهم اتاي غريبه واللي تيشهاوها غنفتقوا قوت ما عندنا حتى اشكال. معامله الوزراء خاصها تتغير. راه احيانا تنشوفوا وزرائنا يمكن تيسلموا على برلماني اخر وما تيسلموش على ديالنا، تيبقى فينا الحال. اذا حنا غير الطريقه ديال التدبير ديالنا داخل الحكومه خصنا ننجحوا غدا في الاستحقاقات. هذا علاش حاملين هذا الهاجس. راه اذا كانت الانتخابات غدا في شهر يونيو كما يقال، راه المشاركه غتكون 15%، حيت الشعب ما شافناش الزياده في الاسعار، مازال ما شاف النتيجه. الكلام كان غليظ وقوي في الانتخابات الاخيره، خصوصا من طرف المعارض. حنا دخلنا وكان خصنا ندخلوا، لان قرار ديال المجلس الوطني ماشي قرار سيدي الامين العام او قرار اللجنه التنفيذيه، وخصنا ندخلوا لان المرحله دقيقه. ولكن راه حنا اللي معول عليه، الشعب راه معول على حد حكم التجربه اللي راك معاه في الاستقلال في تدبير الحكومات السابقه. اذا معول علينا ولكل داخل دهشه. قلت السي بنكيران الاجتماع الاخر تنتمسوا له العذر، ولكن الشعب ما يبقاش ينتظر.